ذات مرة في حديقة خضراء مورقة عاشت خنفساء صغيرة تدعى لو وجند بابتهت جسمه جريج لقد كانوا أفضل الأصدقاء وحبوا الذهاب في مغامرات معا في أحد الأيام قرروا الذهاب في مهمة للعثور على أكبر عدد ممكن من أنواع الفاكهة المختلفة انطلقوا في الصباح الباكر وامتلأت أجنحتهم وأرجلهم بالإثارة كانت الشمس قد بدأت للتو في الظهور وكانت السماء ظلالا جميلة من اللون البرتقالي والوردي امتلأت الحديقة برائحة الأزهار المتفتحة وأصوات العصافير تغني. أثناء رحلتهم عبر الحديقة، صادفوا أولاً شجرة مليئة بالتفاح العصير. تناول لولو جريج قضمة كبيرة من كل منهما، متوقين لمذاق الحلو المقرمش. ثم عثروا على كرمة مغطاة بالعنب الطري. التهموا أكبر عدد يستطيعون حمله، والعصائر الحلوة تسيل على ذبونهم. بعد ذلك، وجدوا حقلاً من الفراولة الناضجة، لونها الأحمر الغامق يتناقض مع الأوراق الخضراء. لقد كانت لذيذة وحلوة للغاية، ولم يستطع لولو وجريج الحصول على ما يكفي. ثم وجدوا شجرة مليئة بالكرز الناضج بطفون أكبر عدد ممكن، وكانت أيديهم الصغيرة مليئة بالحلوى. مع استمرارهم في مغامرتهم، صادفوا شجيرة مليئة بالعنب البري. قص عدد قليل منهم في أفواههم، والطعم اللاذع جعل براعم التذوق ترقص. ثم وجدوا شجره كبيره مورقه مليئه بالاجاص الناضج كانت تلكم مثرم قرمشه حلوه والتهمها لولو جريج والعصائر الحلوه تنهمر على ذقونهم بعد ذلك في رحلتهم وجدوا شجره ليمون مليئه بالليمون الاصفر الممتلئ كان الليمون لاذعا لذيذا وتناول كلمه لولو جريج قضمة كبيره والطعم الحامض جعل عيونهم تدمع ثم عثروا على شجره ليمون مليئه بالليمون الاخضر الصغير كان الليمون الحامض لاذع نحام السن وتناوب لولو وجريج على عظهما وكانت أفواههما تتجعد مع كل عصارة أخيرا بعد يوم طويل مليء بالمرح عاد لولو وجريج إلى منزلهما في الحديقة لقد وجدوا عشر أنواع مختلفة من الفاكهة وقضوا وقتا رائعا معا ذهبوا إلى الفراش في تلك الليلة متعبين لكنهم سعداء وحلموا بكل المغامرات المثيرة التي قد يخوضونها في المستقبل وهكذا تنتهي قصه الولود دعسوي الجندب لكن مغامراتهما ستستمر الى الابد في احلامهما النهايه